قال ممثل برنامج الأغذية العالمي في فلسطين اليوم إن النقص الحاد في الوقود قد يجبر البرنامج على وقف تقديم المساعدات الغذائية الطارئة لآلاف الأسر النازحة في قطاع غزة الذي تحاصره قوات الاحتلال. وأضاف إن 2 فقط من المخابز المتعاقدة معهم لديهما الوقود لإنتاج الخبز في الوقت الحالي، وقد لا يكون هناك أي وقود فيهما، وهو ما يشكل ضربة موجعة لآلاف الأسر التي تعيش في ملاجئ وتعتمد على الخبز المقدم لها يوميا. في غزة تكافح المخابز والمطاحن لتلبية الطلب بسبب نقص الوقود، ويخاطر الناس بحياتهم ويقضون ساعات طويلة في المخابز التي تعمل لتأمين الخبز، والكثير منهم يعودون إلى منازلهم خالي الوفاض. مفهوم الوجبة الساخنة في غزة غير موجود في الوقت الحالي. عدد المخابز التي تعاقد معها برنامج الأغذية العالمي قبل الأزمة كان حوالي 24، أما اليوم فلا يوجد سوى مخبزين، وببساطة لا نستطيع تلبية طلبات جميع الأشخاص الذين يقيمون في الملاجئ.